راه كاين قانون كيسري على المغاربة جميعا. كيديروها كيديروها. مزال عندك ولا انت عندك؟ لا عندي انا كنعطيو. ايوا. عطيتو لي المبيعات ديالو. عنده عطيني غير المبيعات ديالو. عنده روجيستر كيقيد فيها. انا كنقول لا. واش كاينه في القانون السلعه خارجه بلا فاتوره غير بالمبلغ بدون هويه ما عرفاش المصدر ديالها منين جايه وراه هنايا السلعه كتخرج بلا فاتوره بلا هويه هو كيبيع بالجمله يعطيها فاتوره ما كتعدمش على شي واحد ولكن القانون خصو يطبق وجينا جينا في اطار التحسيس وجا وقالوا له اش ما كايناش 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 البارحة بديت كنعطي لهم حتى اللي فاكتو النسخ علاش؟ حيت ديك الدورية ديال وزير الداخلية غادي تخرج عرفت بأن السيد غايجيو يديروا له الكونترول بلا ما يعيط لي كاع كاع وري لهم غير ورقة هذا هو الأساس ديال المراقبة الموزون هذا هو الأساس ديال المراقبة لا هو ما عليه هذا الشيء راه هو باش درتو راسي الناس هادو راه بلغت لهم البارح بلغتي لهم البارح ايوا اذا انا راه ولكن الانسان كتهضر معاه في واحد النطاق وما عندوش الثقه فيك يعني انا راه هو الرئيس ديالهم انا هو الكاتب العام ديالهم وسبحان الله العظيم وما عندهمش الثقه في سميتو في اللي كيأثروا راه القانون راه فوق الجميع شوف حنا هاد الدوله بغات تعرف منين جا هاد الخلل فهمتي ولا حنا راه الاشاره فهمتي ولا هذا حنا ماشي متهمون لا حتى حنا راه ضحيه في هذا الغلاء لا هذا اللي كاين هذاك السيد مشى قلت لكم اضطروا الله يتكافى هما يقولوا لك اللي نعرف الكاتب اللي ما هدرتش معاه يومين وانا كنهضر معاه ديك النهار ديال سميتو ديال الحمله التحسيسيه والبارح جوج خطرات شي معبه إذا ما كاينش هاد لاطاسيبيليتي ديال المنتوج راه ماين بحال هاد الشيء اللي كتقول عندك الحق.